ديما يتذكروا الدرب وذاك. بدايتها بأعلام تونس التي هي فوق كل شيء، ومن ارتداها يعرف بأن بلاده هي كل شيء، والترجي والنجم يتشحان بالراية الأغلى. أما اللقاء فإنه الند للند منذ أول دقيقة به، بعدما شهدنا الذي لم نتوقع أن نراه ببداية هي الأحلى، والأحلى يزول بظرف 3 دقائق فقط، والحكم سعيد الكردي يحاول أن يحل النزاع المبكر. أما التهديد المبكر فهو للنجم الذي أعلن بأنه أول من طلب الود للكأس الغالية، ولم يعرف ماذا يخبئ القدر له من خبايا الزمان، والزمان والمكان يشهدان بأن البرازيلي الأصل التونسي الجنسية ولاعب النجم الساحلي دي سيلفا دي سانتوس كان يستحق البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم سعيد الكردي، بعدما لمح المهاجم هذا يبصق على زميله بالفريق الآخر. والحكاية لا تحتاج لرواية بل لبطاقة ورد غطاها، والحمراء هي الحل السديد، والنجم يفقد مهاجمه الأهم بسوء تصرف هذا الأخير، والأخير باللعب يصبح أولا، حين تحرك الترجي صوب خشبات الحارس أيمن المثلوثي، والأمل بأن ننسى المشاكل ونفكر بكرة القدم، لكن الحدة لم تنتهي بعد وما زال بالمشاكل بقية، حيث يتوقف اللقاء لكل 5 دقائق تمر يتوقف 2 دقيقة، والترجي يعلن نفسه بطلا منذ الشوط هذا بهدف وحيد فريد أجاده أسامة الدراجي، الذي ذهب بأحلام النجم إلى أدراج النجوم وليس للرياح وحدها. والجمهور الذي منع من الدخول إلى الملاعب فإنه اليوم يحتفل بعدما سمح ل120 مشجع فقط لمشاهدة المباراة، والدخول إلى الشوط الثاني لم يغير من الحال شيء، النقص لم يعوض، والنجم كان أفضل ببعض اللحظات، وبالأخرى يعود الترجي إلى الواجهة التي بقي بها حتى نهاية مطاف المباراة، والتي تحسب نهايتها للاتحاد التونسي الذي أكمل دوري بلاده وكأسه أيضا في وقت نعرف جميعنا الظروف التي مرت بها الخضراء تونس. مار علي، صدى الملاعب.